معنا الاخوان ديال هيسبريس، شرف كبير ان يكونوا معنا. صح مبروكه هادشي، صبحت الدروكه كما تنقولوا حنا، كما تعرف كل شيء والشعب المغربي الجمهور ديالنا، انه اخر كليب واخر اغنيه اللي درنا هي الاغنيه ديال امير نظيف على النظافه وعلى البيئه، فالحمد لله لقات اقبال. واللي تزيد يفرحني انا هو انه الدراري الصغار في واحد المده قصيره حفظوها ولاو تيوقفوني في الشارع، يعني ولا عندي جمهور جديد بالنسبه لي انا دراري صغار، هذا شرف كبير فرحان به انا. زائد الشرف الكبير والاكبر هو انه غنينا قدام حكام ورؤساء العالم وقدام سيدنا الله ينصرو وتنحييهم هذا المنبر هذا، وكانت واحد يعني كانت واحد بريستاسيون رائعه جدا، الناس عجبتهم بزاف يعني، وما نقدرش نوصف لك الفرحه اللي خلانا نفرحوا هذا التوب هذا اللي خرج مؤخرا، وهو خصيصا للدراري الصغار، يعني بدينا من الدراري الصغار لان ليديكاسيون تبدا من الصغر. في الاستقبال مع عند سيدنا الله ينصرو والله يخليه لينا، دائما سيدنا كيحسسك انك انت تتعرفوا من شحال هذا، وانك تقدر وتيحليك الباب انك تدوي وانك تعبر على راسك. الحمد لله فاش تلاقيناه كان عندنا كنا كنحسوا بانه حنا في وسط واحد العائله صغيره مغربيه بيناتنا، بحال تجي عندك الوالده ديالك ولا الوالد ديالك تيقول لك تبارك الله عليك العمل اللي درتو راه زوين، راكم شرفتونا. وكي هذا الشرف هذا كتحس به انت كبير وواحد الحمل ثقيل على كتفك، ولكن في نفس الوقت انا والمجموعه صحابي محسن واشرف والناس اللي خدامين معنا كنهديو هذا التتويج هذا للمغاربه كاملين، وكنقول لهم هذا شرف كبير للفن المغربي، سيدنا شرف المغاربه في العالم والفن المغربي في العالم، ودوزنا قدام قادة العالم كاملين، والحمد لله داز داكشي زين وشرفنا المغرب والمغرب شرف بينا. حنا كيف قلنا شحال من مره، حنا ما نردوا على حد، ما يرد عندنا حد تير، هو كل واحد تيقول اش بغى يقول، كل واحد عنده لسانه تيهضر به، غير ما نبغيوش انه تكون حريه التعبير تسلط على الاخر، سيتو ما كل واحد حر يقول اللي بغى، ما يكونش تعدوا بتعرف يا تعرف. حنا فنانه ما كان عندناش علاقه بالسياسه بصفه عامه، دونك حنا كنعيشوا الفن، حنا تنديروا سياسه التعايش مع المغاربه، دونك الموضوع اللي كنحسوا به كيعنينا وتنحسوا به انه وصلت وقيته يخرج كنكتبوا عليه وكنخدموا عليه وكنغنيو. بلا ما توجدوا بلا والو بالغيره تيخرج، فهمتي؟ تحس بقلبك ضرك تتنوض كتخدم كتخرج ديك الطاقه اللي عندك كتخرجها بالميساج اللي بغيتي توصل للناس كتوصلهم بخير وعلى خير، يعني تدخلش في تخلطش بالموسيقى وبين حريه التعبير في المغرب الحمد لله. كتوصل عجبتك هذه هيسبريس تقول الحقيقه والصراحه الجمهور الناس القراء ديال هيسبريس راه كثير، وولفنا في هيسبريس انك تقول الحقيقه صراحه، ما كاينش شي خبر كتجي كاذبه من عند هيسبريس. الجمهور ديال فناير والمغاربه اللي عايشين في باغي، الجاليه المغربيه، خاص الجاليه المغربيه في باغي، لو 17 ان شاء الله عندنا كونسير في قصر المؤتمرات ان شاء الله، نبغيوكم كلكم تكونوا مجموعين معنا وكل شيء الحيحه تكون نايضه. باغي اون لا.